السلام عليكم تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، أتمنى أنكم أن تكونوا في أحسن حال وأنتم تشاهدون هذا الفيديو، وحظا موفقا إن شاء الله في الامتحانات. اليوم سوف أقوم بشرح وضعية إدماجية عن التيمم، أتمنى أن تنفعكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. التيمم طهارة بديلة عن الماء إذا فقدناه. أو كان قليلا أو خفنا استعماله لمرض. هذه المقدمة ضنا فيها تعريف التيمم. نروح للموضوع. يكون التيمم بما صعد على وجه الأرض من تراب أو حجر أو رمل بوضع الكف على الصعيد الطيب ومسح الوجه والكفين. قالت الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الحكمة من التيمم هي التيسير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لدفع الضرر الذي قد يحدث باستعمال الماء. إذا العرض هذا هو العرض، قمنا بشرح كيفية التيمم مع الحكمة أو السبب من وراء التيمم، لماذا نقوم بالتيمم. الآن في الخاتمة: إن الله رحيم بعباده ويحب عبده دائم الصلة به، لذلك يسر عليه برخصة التيمم. قال الله تعالى: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن في الأخير في الخاتمة قمنا بشرح الحكمة من حكمة الله في التيمم. علاش ربي أمرنا كي نكونوا مرض ولا ما عندناش الماء باش نتيمو، باش ما نقطعوش الصلاة، والصلاة هي الصلة تاع الإنسان العبد مع خالقه. إذا الخاتمة: إن الله رحيم بعباده ويحب عبده دائم الصلاة به، لذلك يسر عليه برخصة التيمم. قال الله تعالى: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أترككم في رعاية الله وحفظه، أتمنى لكم حظا موفقا إن شاء الله يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.